المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة. وطبعا كما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم، وضيف الأكثر تميزا لهذا الأسبوع السيد محمد جلامنة، المدير العام لداكادي ماركت. السيد أبو سامر، يسعد مساكم، نورنا. يسعد مساك ومساء المشاهدين جميعا إن شاء الله. تسلم يا رب. بداية سيد محمد، لو بدنا ناخذ نبذة بسيطة عن حضرتك على بداياتك، كيف بلشت ومتى بلشت قطاع الماركت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مغترب بالسعودية لمدة 43 سنة، خريج محاسبة جامعة بيروت العربية، ومن ساعة ما رحت لتاريخ الأسبوعين وأنا كفالة واحد، كفيل واحد فقط لا غير بالسعودية، ما نقلت من محل لمحل. يعني دليل أني أنا الحمد لله الإخلاص والأمانة والكفاءة موجودة عندي، وهم كانوا يقدروني على هالإشي هذا. وبعدين بعد هالعمر الطويل، ووصل عمري فوق 60 سنة، أنا حبيت أتقاعد وأجي أخدم بلدي وأخدم الحي اللي أنا فيه، وأوظف ناس. يعني إيجاد فرص وظيفية للناس الموجودين في الحي هذا. والحمد لله بعد فترة من الزمن، بعد الديكور وبعد اللي عملناه، تمكننا من افتتاح السوبر ماركت يوم الخميس الماضي اللي هو 3/10، والحمد لله كان موفق الافتتاح وناجح نجاح 100%. الحمد لله، كل التوفيق لحضرتك، يعطيك ألف عافية. طبعا احنا على العروض وحنتحدث عن الأسواق مع السيد مازن جلامنة، حنفوت هلأ نتحدث عن الكادر اللي عندك سيد محمد. والله الحمد لله الكادر عندي كله كادر أردني، ما في ولا واحد مغترب ولا واحد أجنبي ولا إشي، وكلهم من أبناء الحي. نعم، كلهم أبناء الحي. نعم. الآن لو نفوت أكثر بالتفاصيل سيد محمد، ونتحدث على الماركت أكثر، موقعها، سبب اختيارك لمنطقة شفا بدران، تفضل تحديدا. والله الحمد لله احنا اخترنا هاي المنطقة بعد دراسة مطولة، وجدنا انها هي مستقبلها كبير وفيها نهضة عمرانية وسكنية كثيرة، وبالفعل يعني هي لحد الآن ما زالت يعني انه ما فيها أزمة وما فيها هذا. ووجدنا احنا بنطلع على المستقبل، ووجدنا أن مستقبلنا هنا في شفا بدران أكثر من أي منطقة ثانية في عمان. هي منطقة بتحتاج. نعم. كل التوفيق لإلك سيد محمد. الآن لو بدنا ناخذ كلمة على نعمة الأمن والأمان عندنا بالأردن. الحمد لله الأمن والأمان مستتب، ونشكر سيدنا جلالة أبو حسين، ونتمنى إن شاء الله أن يستمر هيك، وإحنا اللي بنقدر نقدمه مستعدين فيه. كل التوفيق لك، وطبعا مضم صوتي لصوتك إذا وجد الأمان وجد الاستثمار، ويعطيك ألف عافية سيد محمد. سيد محمد، نحدد للسادة المشاهدين موقع أسواق كادي ماركت، تفضل. والله موقع الأسواق في شفا بدران الكوم، قرب دوار ترخيص جنوب 200 متر، وعشائر المغفرة. كل التوفيق لك ويعطيك العافية. الله يعافيك. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين في كادي ماركت مع السيد مازن جلامنة. بداية سيد مازن، يسعد مساكم، نورنا. حياك الله جميعا أنت والمشاهدين. تسلم يا رب. سيد مازن، الآن بدنا نتحدث على مسماك الوظيفي داخل كادي ماركت، تفضل. أنا مدير المبيعات، يعتبر في قسم كادي ماركت، مسؤول عن المبيعات المشتريات. كل التوفيق لك يا رب. الآن نفوت أكثر بالتفاصيل، نشرح للسادة المشاهدين الخدمات اللي بتقدموها داخل كادي ماركت، تفضل. عندنا خدمات كثير، عندنا قسم خضرة كامل مغلقينه حاليا لأنه عندنا صيان في الشارع، حنفتح الأسبوع القادم إن شاء الله. عندنا قسم لحوم، قسم أجبان، مواد تموينية، قسم منظفات، قسم خاص بالدجاج، وقسم رحلات ومستلزمات رحلات، وحيكون مستقبلا في قسم محمص خاص. كل التوفيق. وفي خبز عندنا ومواد تموينية. يعني نحكي جميع ما يحتاجه البيت، مواد تموينية. نعم. موجود عند حضرتكم. صحيح. نعم. صحيح. يعني الآن نتحدث نبدأ عن الأسعار. يعني أنا ما بشايف بمناسبة الافتتاح، يعني ألف مبروك لكم يا رب. سيد مازن، عند دخولنا للمول يعني لاحظنا إنه عند حضرتكم عاملين عروض كتير متميزة. صحيح. هل هاي العروض باقية ولا إنه فقط وقت الافتتاح؟ لا، هاي العروض إن شاء الله مستمرة دائما. خلصت كمية، حنجيب الكمية اللي بعدها بأسعار حتى ممكن تكون أقل. نعم. حسب شو إحنا بصير معنا، وإن شاء الله في عروض دائما مستمرة على جميع أصناف المول إن شاء الله. كل التوفيق لكم يا رب. حابين نتحدث على رؤيتكم المستقبلية بنفس هذا القطاع، شو مفكرين كادي ماركت، تفضل. إن شاء الله كادي ماركت في قسم عندنا شمال وفي قسم خلفي، ناويين إن شاء الله حسب حركة السوق نوسع مستقبليا، وإن شاء الله إحنا حسب اللي شفناه من يوم الافتتاح لليوم الحركة جدا ممتازة،
وان شاء الله في مستقبل جدا كبير في المنطقه ان شاء الله. يعني شفت الاقبال خلال هاليومين؟ الحمد لله. نعم الحمد لله، كل التوفيق لك، يعطيك الف عافيه. تسلموا. طبعا حناخذ جوله عندكم داخل الاسواق. حياكم الله، بتشرفونا. اهلا.